الآخر الإخوان في الشبيبات يتفضلون وعندهم الحرية ماذا مثل ما يصع وعندما تصدق الميكرو واللي بغيت وجاوب على اللي بغيت وبالتالي الإخوان يكون لهم شوية راح صدق سيبارو يتفضل وعندما إخوان حقيقة كان عندنا 14 محاور اللي تناقشوا عليها هاد 14 محاور يمكن كيجي واحد الحزب واللي هو الحاكم واللي كنا كنشوفوا فيه هو اللي غادي يكون المستخدم تاعو لا رغم اننا حنا في معارضه ولكن كنا كنشوفوا فيه وكنا باغيين نزيدوا نعلموه الى انه كنشوفوا كيطرحوا اسئله وكيخرجوا هذا استهزاء باللجنه والمنظمه ديال هاد المائده المستديره هذه مسألة كما كنقولوا واضحة هاد الناس هادو كما كنقولوا جاوا وبغاو يستوليو على البلاد هادو جاوا اليوم ودخلوا البرلمان وما كيبغيوش المعارضة حنا كنشوفوا اليوم عندنا واحد البرلماني شاب اللي هو السيد يونس سكوري اللي طرح على رئيس الحكومة طرح عليه سؤال وقال له ساعة رئيس الحكومة تمنى باش ما تنفعش إذ ليه رئيس الحكومة كينوض في المنصة ويقول له راك غادي تنفعني عاود واش هذا اسم الحكومة أو ماذا ما عرفناش حنا كنا نتمناو لأن البرلمان ديالنا في المجلسية مجلس متشاري ولا البرلمان هذه سنين ويمكن ما عمرني أنا في حياتي وشفت هذه الصورة للوزراء وما غاديش نقول وزراء الحكومه كامله ولكن الحزب الاغلبيه اللي وضع وفي العالم كامل ولا كيضحك على كما كنقولوا الحكومه المغربيه هذا الوضع اللي حطوا رئيس الحكومه مؤخرا في مجلس المستشارين كيقول لك السيد رئيس الحكومه كيقول لك اللي فيه فز يقفز علاش قالوا اللي فيه فز يقفز لانه جاء واحد المستشار في الغرفة الثانية وكيقول له بأن عندك أرقام هذا أرقام ديال الفلاحة هاو شاكين هاو شاكين هاو شاكين يبين هما كيقدش يجاوبوا وكينوض وكيقول له أنتم راكم كتدخلوا للحبس وكذا هذه سياسة ممنهجة نكونوا واقعيين باش يغلطوا الرأي العام هنا في الأزهر والمعاصرة الأزهر والمعاصرة غادي نوليه وكنقول نشأ سنة 2000 ولا تأسس سنة 2008 وجا اللي خلخلت المشهد السياسي المغربي بعد ما عرف المغرب سياسيا ركود الاحزاب السياسيه ما غاديش نقول كل الاحزاب ولكن بعض الاحزاب السياسيه باش نكونوا كما كنقولوا واضحين انا غادي نقول لكم واحد مساله بين قوسين عندي واحد ولد الاخت ديالي هو اللي كيسولني فوقاش بنكيران غادي يخدم في البرلمان يتفرج ما غاديش يتفرج لي سالي فيما يخص سي أسامة الخليفي غير واحد السؤال كان مطرح بأنه هو اللي غادي يشكل الشبيبة نتاع الأصالة والمعاصرة هذا خطأ لأنه هذا الشبيب الأصالة والمعاصرة وقطب تنظيم اللي غادي يدير لجنة اللي غادي تكون باش تختار من جهة كامل الممثلين ديالها اللي منهم باش نقدروا نديروا مؤتمر وطني شبابي اللي منه تختار المكسب ديال الشباب فيما يخص التمثيلية غنولي فيما يخص التمثيلية تاع الشباب التمثيلية تاع الشباب حزب الأسرة والمعاصرة إلا جبنا أعلى سلم من الأول كنلقاو أنه في المكسب السياسي هناك ما بين 15-20% التمثيلية تاع الشباب في المجلس الوطني كذلك كحيث أدنى 20% من التمثيلية تاع الشباب مازال الجهوية مؤخرا هي بين 15-20% التمثيلية تاع الشباب ولو لينا البرلمان والحزب التمثيلية ديال الشباب رغم أن اللائحة الوطنية أعطته واحد الكوطة تاع الشباب اللي لقيت كبيرة ولكن 80% تاع البرلمانيين تاع الأصالة والمعاصرة هما السن ديالهم أقل من 45 سنة هذه 80% وناس جامعين باش يكونوا واضحين هذا فيما يخص الدور ديال الشباب ديال الأسرة والمعاصرة في الهيئات ديالهم
عندنا مساله اخرى نتاع سيطره الشيوخ على المناصب القياديه. هنا كنرجعوا كنلقاو بان في بعض الاحزاب ماشي نقولوا كل شيء، في بعض الاحزاب ديما كتبقى هذوك الشيوخ، هذاك ولد عمي، هذاك خويا، هذاك واحد كيخلوا باكي ولد الحزب. باك صاحبي الله يرضى عليك اسيدي تحياتي. هاد الناس هادو حزب الاسره والمعاصره رغم التنشئه ديالو، هاد المسائل حنا ما عندناش الحزب ديال الاسره والمعاصره. نخفيكم سرا انه في الاستاذ سي حكيم بن شماس فواحد المداخله ديالو انه في تنشئه تاع الحزب قال انه حزب الاسره والمعاصره ما غاديش تكون عنده شبيبه. الشباب غادي ينخرط مباشره في العمل السياسي. هذه مسألة اللي كنا لأنه الحزب الأسرى والمعسكر ما كينتظرش باش غادي نعطيو الشاب ديالي واحد الفروي ونحضرو غير باش يطلع. حنا خصنا أن الشباب ديالنا سواء في المجالس البلدية سواء في المجالس الجهوية سواء في البرلمان أنه يكون ممثل من طرف الناخبين، بغينا الناس أنهم ينتخبوا من هاد الشباب، ما بغيناش هاد الناس بأن نجيو نعطيهم واحد الفروي ونقول لهم غادي يطلعوا غير باش تعمرونا البلايص سواء في لائحة كما شفنا الوطنية تاع النساء أو الشاب الشاب. المسألة هنايا في حزب الأسرى والمعاصرة اللي ما كنطبقوهاش نهائيا لأنه نقول لكم واحد القضية 50% نتاع الأسرى والمعاصرة الناس الناشطة في الأسرى والمعاصرة كل يعني منهم الشباب ومنهم اللي كيخليو القيادات أنها كتعمل. هذه مسألة اللي واضحة. بالنسبة للشباب أنه كيفضل الجمعيات بدل الأحزاب السياسية لأنه أصلا كما قلنا كما قلت في التدخل ديالي انه الاحزاب الاسر المغربيه اضطرت الولاد ديالها والوليدات ديالها على انه السياسه واحد الحاجه اللي ماشي مزيانه وهذا هو الخطا الكبير. انه اليوم كما قلنا قبيله انه ديما حنا الماضي وغادي نوليو نديرو في الحاضر ديالنا هنايا وهذا الشيء اللي ما بغيناش. وبغينا ان جميع الشباب يكونوا حاضرين ويكونوا ما يكونوش بانه يجيو ويتنافسوا على واحد المرتبه في اللوائح اللي غادي باش تخول لهم يكونوا كصوره كما كنقولوا واحد الصوره غير محطوطه باش يدافعوا على الشباب. لا خصهم يكونوا يعطيهم الحق ديالهم ويكونوا يدافعوا باش يدافعوا على الشباب ويمثلوا الشباب وشكرا.